صباح الخير طلابي، طلاب الصف السابع. هنكمل درس اللي هو الدرس الرابع من هذا الفصل، اللي هو التطبيقات على انتقال الحرارة. طبعا المرة الماضية أخذنا العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة، كان كتير سهل الدرس. شرحنا النشاطين اللي موجودين هون، وحكينا العوامل اللي بتأثر على امتصاص الجسم للحرارة. هم عندنا عاملين: اللون كلما كان أغمق كلما زاد امتصاص الجسم للحرارة، وعندنا كمان خشونة السطح، كلما كان السطح أخشن كلما زاد امتصاص الجسم للحرارة. وكان مطلوب منكم تقوموا التأمل اللي موجود هون، والأغلب حلوه وبعتوا لي إياه وكلكم كنتوا ممتازين. راح نبدأ هلا بالتطبيقات على انتقال الحرارة. راح ناخد 3 تطبيقات: المشع الحراري، راح ناخد مبدأ عمل الثلاجة، راح ناخد آخر إشي بالنص. راح نبدأ أول إشي نقرأ الفقرة الأولى: تختلف طرائق انتقال الحرارة باختلاف طبيعة الأجسام التي تنتقل فيها. هذا الحكي حكيناه قبل أول من أول الدروس. المواد الصلبة دائما تنتقل فيها بالتوصيل، أما الموائع اللي هم السوائل والغازات تنتقل فيها بطريقة الحمل اللي أخذناها، وتنتقل الحرارة من الشمس إلينا بالإشعاع. هاي بالدروس أول درس هو موجود. طيب، كان عندنا طرق انتقال الحرارة. طريقة التوصيل دائما تكون في المواد الصلبة، كانت الطريقة الثانية هي طريقة الحمل، بالعادة بتكون بالموائع. رح نتذكر شو كتبنا هون لما شرحنا طريقة الحمل. لما ترتفع الحرارة تقل الكثافة، فالحركة بتكون هذا لازم نكون نتذكره عشان درسنا اليوم. ولما تنخفض درجة الحرارة الكثافة بتصير أكبر، فبتنخفض المادة للأسفل. هاي بتصير الموائع، وهاي طريقة الإشعاع اللي شرحناها، حكينا بننتقل فيها الحرارة بالمواد الغازية. نرجع، هدول ما بدنا ننساهم، هدول الطرق لانتقال الحرارة، لأنه التطبيقات هدول عليهم على هدول الـ3 طرق. رح نبدأ بمبدأ عمل المشع الحراري. المشع الحراري اللي هي التدفئة اللي موجودة في البيت. أول شغلة بدنا نعرفها، هدول القطع الفلزية اللي بتكون مركبة بالغرف، اللي بيكون هم عبارة عن مواسير، وهاي المواسير بتحتوي جواتها على ماء. هذا الماء بيكون ساخن. ليش ساخن؟ لأنه مثلا إذا كانت هاي البيت هي عبارة عن عمارة أو بيت، بيكون في تحت غرفة وبيكون فيها زي آلات. هاي الآلات بتعمل على تسخين الماء من خلال احتراق السولر، احتراق السولر بيرفع من درجة حرارة الماء، بسخنها، وبعدين بتطلع من هاي الغرفة وبتوصل لكل غرف البيت داخل هدول المواسير. فبتسخن المواسير هاي، ولما تسخن بتبلش تسخن لي في الغرفة اللي موجودة فيها، بتبلش تدفي الغرفة اللي موجودة فيها. المادة التي يحتويها هي ماء. هدول عبارة عن مواسير مي، في جوات مواسير وفي جواتهم ماء، وهذا الماء ساخن. أين يوضع هلا، في الأعلى أم في الأسفل؟ دائما طبعا بيكون موجود مركبين بالأسفل. راح نحكي السبب، راح نتذكر عن تيارات الحمل الصاعدة والهابطة. الهواء البارد دائما، الهواء الأبرد دائما بيكون بالأسفل. ليش؟ لأنه كثافته بتكون عالية. فعشان هيك أنا لما أجي أركب المشع الحراري لازم أركبه بالأسفل عشان يلامس الهواء البارد فبيسخنه. طيب لما يسخن شو بصير فيه؟ لما يسخن بيطلع للأعلى. ليش يطلع للأعلى؟ لما يصير أسخن تقل الكثافة، فعشان هيك بصير أخف الهواء فيرتفع للأعلى. لما يرتفع للأعلى بحل مكانه هواء بارد، برجع بسخن من خلال المشع. لما يسخن بيرتفع للأعلى، برجع بحل محله هواء بارد. وهيك بضل التيارات طالعة نازلة لحتى تسخن كل الهواء اللي موجود بالغرفة، فبتدفي الغرفة. وهذا مبدأ عمله، فما بدنا ننسى هدول اللي شرحناهم عشان نعرف ليش دائما نركب المشع بالأسفل. الهواء الأبرد دائما بيكون بالأسفل لأنه كثافته عالية.
فبلامس الهواء الأبرد عشان يسخنه. شوف شو كاتب لي هون، تستخدم المشعات الحرارية لتدفئة المنازل، تحتوي على ماء ساخن زي ما شرحنا، تصنع على شكل مقاطع لزيادة السطح المعرض منها للهواء، في بيناتها فراغات هيك بيتركوا فراغات عشان الهواء يصير يفوت ويطلع من هاي الفراغات، فبصير عملية التسخين أو عملية التدفئة بتصير أسرع. وعند ملامسة الهواء للمشعات فإنه يسخن، يتمدد، تقل كثافته، يرتفع للأعلى، يحل محله هواء بارد. تستمر هذه العملية حتى يسخن جميع الهواء داخل المنزل. ما يجدر ذكره أن المشعات توضع بالقرب من سطح الأرض لكي تسمح للهواء الساخن بالارتفاع إلى الأعلى وإحلال الهواء البارد الموجود في الأعلى محله عشان يظل ملامس الهواء البارد. هذا بالنسبة للمشع الحراري. شوف الثلاجة، طبعا الثلاجة حاطت لي بالصورة هاي مبين لي انه هي مكونة من قسمين، حوض الثلاجة اللي بيجي بالأسفل، وبعدين عندنا المجمد الفريزر بيجي بالأعلى، فهاد درجة حرارته أعلى من هذا، هاد دائما الأبرد بيكون موجود فوق. من ورا هاي التلاجة، صورة التلاجة من ورا، في عندي مواسير خارجية زي ما مواسير أو أنابيب خارجية رفيعة كتير، طبعا بتحتوي على غاز، وهلا رح نحكي هذا الغاز شو لشو موجود. ما شكل الأنابيب الموجودة خلف الثلاجة في الشكل بها؟ نلاحظ إنه هي بتيجي على شكل يعني زي كأنها مطوية. هلا هذول الأنابيب إذا بمسكها وبفردها أنا بتكون كتير طويلة، فالطيات هاي لحتى تزيد من المساحة، زيادة المساحة، الطيات هاي بتزيد من المساحة. تتكون الثلاجة من جزئين زي ما حكينا، المجمد اللي هو الفريزر بيكون في أعلى الثلاجة، وحوض الثلاجة اللي بيجي بالأسفل. يوجد خلف الثلاجة أنابيب تبريد، هي مسؤولة عن تبريد هاي الأنابيب، دائما في جواتها في غاز خاص ما ذكر شو اسمه فمش مطلوب منها، المهم بتحتوي على غاز وهو اللي مسؤول عن التبريد. تبرد هذه الأنابيب المجمد ما دون الصفر، دائما الفريزر بتكون درجة حرارته تحت الصفر، فيبرد الهواء المحيط به ويتقلص، ينزل إلى أسفل على شكل تيار حمل هابط بكون نازل لتحت، ويصعد بدلا منه الهواء الدافئ من أسفل الثلاجة كتيار حمل صاعد. تستمر هذه العملية حتى تبرد جميع أجزاء الثلاجة. فهم الاثنين يعني شغلهم مشترك اللي هو المجمد وحوض الثلاجة. هون بس تبرد كتير درجة الحرارة بصير الكثافة أعلى، فبتهبط للأسفل، بتنزل لحوض الثلاجة. نفس مبدأ المشع، كلهم نفس المبدأ، الهواء الأبرد بيجي بينزل للأسفل والهواء الأسخن بيطلع للأعلى. نيجي لتطوير المعرفة اللي موجود هون. طيب هذا راح نحسبه واحد من الثلاث تطبيقات، يعني كأننا ماخدين ثلاث تطبيقات على انتقال الحرارة. هو هون تطبيق على انتقال الحرارة، وهون تطبيق على انتقال الحرارة، هذا تطبيق على العزل الحراري، هذا تطبيق على درس العزل الحراري اللي حكينا عنه. يعد الترموس اللي هو حافظ حرارة السوائل من أفضل أجهزة العزل الحراري، فيه توضع السوائل المحافظة على حرارتها، كلنا بنعرفه، إذا بحط فيه الساخن بضل ساخن، وإذا بحط فيه البارد بضل بارد. بدي أشوف شو مبدأ عمله، راسم لي هون رسمي عشان أعرف شو كيف تركيبته من الداخل. طبعا من الداخل هو عبارة عن زجاج، بيكون الزجاج هاد جاي على شكل مرآة، يعني من الداخل بالعادة إذا بتطلع عليه من جوا بشوف إنه هاي من جوا بتكون كأنها مرآة. بعدين في عندي بيجي هون فراغ، وآخر إشي عندي برا كمان في عندي زجاج خارجي جاي من برا، وآخر إشي بيجي الطبقة الخارجية اللي إحنا بنشوفها هون، فهو بيجي على طبقتين، زجاج خارجي فراغ، زجاج داخلي، وعلى الأغلب الزجاج الداخلي بيكون مرآة. طبعا هاد أول إشي بدي أحكي عن المرآة ليش موجودة. المرآة بتصير تعكس الحرارة من السائل وإليه، مثلا أنا معبية فيه ماء ساخن أو أي إشي ساخن، هذا الساخن بصير تطلع منه حرارة بالإشعاع، بتطلع إذا كانت هون مرآة بترد، ترجع المرآة تعكس الحرارة لنفس السائل، فهذا الحكي بحافظ على سخونة السائل هان.
برجع بطلع من الجهة التانية، برجع بنعكس لنفس السائل، فالحرارة بتطلع بترجع تنعكس لنفس السائل. هذا مبدأ المرآة الداخلية. هلا الفراغ هذا بيعمل عزل حراري، ما بسمح للبرودة اللي برا تدخل للساخن، ولا بسمح للساخن الحرارة العالية اللي من الداخل إنها تطلع لبرا. وهذا العزل حكينا عنه بدرس العزل الحراري. هاي الجواب يحتوي الثيرموس على طبقتين من الزجاج يفصل بينهما فراغ. تكون الطبقة الداخلية مكونة من زجاج مصقول، يعني زي المرآة، يعكس الحرارة من السائل وإليه وتمنع خروجها للخارج، كما تمنع وصول برودة الهواء الموجود في الخارج إليها، ما بتخلي الهواء الموجود في الخارج إنه يدخل ويوصل لعندها. هلا في عنا هون، هاد ما رح أجاوبه هلا، رح أتركه لأي حدا بحب يعمل تطوير المعرفة. هاد رح أحسبه أنا تطوير معرفة. بسأل عن الثلاجات الحديثة اللي بيكون فيها الفريزر موجود تحت. إحنا حكينا بالثلاجة، هاي البرودة تاعت الثلاجة بتاخدها من الفريزر، لأنه بس يبردوا بينزلوا على شكل تيار حامل هابط بينزل لحوض الثلاجة من تحت فبيبردها. طيب لو كان العكس، لو كانت الثلاجة فوق الفريزر تحت، كيف بدها تصير؟ برضه رح أتركه عشان تجيبولي جوابه، ورح أحسبه تطوير معرفة لحاله. هاد تطوير معرفة لأي حدا لسه مش عامل تطوير معرفة وحابب يعمله. واجبكم رح يكون التقويم والتأمل، هم السؤالين اللي موجودين هون، جيبولي جوابهم. رح يكون معاكم مجال لبكرة للساعة 8 بالواجب، وأسئلة الفصل أسئلة الوحدة ما تحلوها، رح أخليها مراجعة. إذا كان في عنا امتحانات الأسبوع الجاي رح أعملكم مراجعة فيها، وبعدين أحدد لكم إيش الدروس اللي مطلوبة منكم في الامتحان. فواجبنا رح يكون بس التقويم والتأمل، السؤالين هدول. وأي حدا بحب يجيب تطوير المعرفة هذا يجيبه. أنا على كل الأحوال رح أحكي جوابه بالحصة الجاية. وأي حدا عنده أي سؤال يبعث لي. شكرا.